واحتمال أن تستمر السلطة في الموقف الرافض لأي حل من هذا النوع، وفي التمسك بالحل الأمني وسياسة القمع والمماطلة وتضييع الوقت والتحايل والتضليل الإعلامي وشراء مواقف الشركات الإعلامية وشركات العلاقات العامة ومواقف الدول والأشخاص من الداخل والخارج، وتوظيف الذمم الرخيصة والألسن البذيئة الوقحة ضد المعارضة والشعب، محاولة لكسر إرادة هذا الشعب الأبي والتراجع عن مطالبه. هيهات منة الله! هيهات منة الله! وبهذا تكون الحكومة قد اختارت عملياً بقاء الأزمة وامتدادها وتوسعها ومزيداً من الخسائر للوطن وإنسانه. إن طول التجربة قد أثبتت صدق القول بأن إرادة الشعب لا تتراجع بها المصاعب، وأنه لا يكل من بذل التضحيات في سبيل الإصلاح الذي ينشده. وأما انتخابات غير عادلة ولا تعطي الشعب وزنه ولا تلبي تطلعه وتكرس الصورة الظالمة التي يريد الخروج منها وبذل من أجل ذلك الكثير، فإنها أي تلك الانتخابات تثبيت لأساس المشكل وتعقيد له بدرجة أكبر، وليست حلاً ولا جزءاً من الحل. حادث مسجد ديالي وهو الحادث الذي أودى بحياة عدد من المصلين من أبناء العراق في مسجد من مساجد الأخوة السنة، والاحتمال موزع على أكثر من جهة تكون قد ارتكبت الحادث، وهو حادث إجرامي بشع مدان شرعاً وإنسانياً ومن كل ذي ضمير إنساني. وهناك من بادر وقبل أي تحقيق لرمي الشيعة بهذا الإثم قبل إجراء أي تحقيق في الموضوع، ولو ثبت أنه من فعل جماعة شيعية فإنه لن يبقى شخص واحد لن يبقى شيعي واحد بحق إلا ويدينه ويبرأ منه لما هو عليه من قبح ومخالفة صريحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ولا يمكن أن يلتمس أحد عذرا لفاعله أيا كان ذلك الفاعل. هدف الحرب الأخيرة لإسرائيل على غزة إنهاء قوة المقاومة وقدرتها على الصمود وتحطيم سلاحها ومنعها من بناء قدراتها التسليحية من جديد. وقد دمرت إسرائيل في هذه المعركة الكثير، وهدمت البيوت على رؤوس أصحابها، وأسرفت في قتل وجرح الألوف من الفلسطينيين، وفعلت من الفتك والتدمير ما يعرف منه الكثير، ولكن لم تحقق هدفها. وانتهت الحرب واحتفل بنتائجها أهل غزة احتفالات جماهيرية واسعة برغم كل ما أخذته من أرواح وما أحدثته من تدمير هائل. ولقد خرجت غزة بعزيمة أهلها وإرادتهم الضخمة ومقاومتها الشرسة وصبرها على الخسائر منتصرة نفسياً وسياسياً على القوة المادية والجبروت الإسرائيلي، بما يستوجب أن تراجع إسرائيل نفسها 1000 مرة قبل أن تقدم على شن عدوان على غزة أو غيرها كالمقاومة في لبنان من جديد، لتعيد لنفسها الهزيمة النكراء
والخزي والهوان مرة تلو أخرى. وإن الأمة لتبارك لغزة خروجها من الحرب الظالمة التي شنت عليها منتصرة، وتطالب الفلسطينية كلهم أن تتوحد كلمتهم في مواجهة العدو حتى هزيمته النهائية الكبرى.